قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود من هذا الخطاب؟ المقصود منه أن يعلنها عليه الصلاة والسلام في ملأ المشركين أن قوله وأن فعله وأن حياته ومماته كلها مخالفة لهديهم. فالأمر هنا يقتضي التبرؤ مما عليه الكفار، ولذا أكده بمؤكد وهي إن، فإن من أدوات التوكيد عند البلاغيين. وقوله صلاتي، الصلاة هنا مفرد أضيف إلى ضمير المتكلم، وضمير المتكلم معرفة فيدل على العموم، فجميع صلواته عليه الصلاة والسلام لله عز وجل، سواء كانت صلوات بمعنى الدعاء أو هي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وقوله ونسكي أي دبشي، ولذا قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والقول فيها كالقول في قوله صلاة، فنسك مفرد أضيف فيشمل جميع نسكه عليه الصلاة والسلام الواجبة والمندوبة. فعندنا هدي التمتع، عندنا هدي القران، عندنا الأوفية، عندنا العقيقة، كل هذه يجب أن يخلص فيها لله عز وجل، حتى إكرام الضيف. وذكر الصلاة والنسك يدلان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله على العبادة البدنية والمالية، ويكون هذا الذكر من باب ذكر عموم الشيء بمثاله. فالصلاة تدل على أي العبادة؟ على العبادة البدنية، وأما النسك فعلى العبادة المالية. وأما الذبح فإنه عبادة مالية، ومن ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس ذبحا لله، فهو عليه الصلاة والسلام ساق معه في حجته 100 بدنة، مع أنه يكفي له 7 بدنة. هو عليه الصلاة والسلام أخذ قطيعا من الغنم وذبحها ووزعها، هو عليه الصلاة والسلام نحر عن نسائه البقر، من ثم صار النسك من أعظم العبادات المالية. وقوله تعالى: ومحياي ومماتي، المحيا هو الحياة والممات هو الموت، ويكون المقصود من هذا عطف عام على خاص، وذلك فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت صلاة شرعية أو صلاة بالمعنى اللغوي دعائية، وكذلك الذبح، وهاتان عبادتان من أجل العبادات، هذه تعد بعضا مما يفعله العبد المسلم. فجاء قوله تعالى: ومحياي ومماتي، من أجل أن يعمم الأمر كله لله عز وجل، فليس الأمر مقصورا على الذبح ولا على الصلاة، وإنما على الكل. فقوله ومحياي ومماتي أي تصرفاتي كلها، وما يحصل لي في حياتي أو بعد مماتي، لمن؟ لله رب العالمين. وكلمة لله تفيد الإخلاص في العمل، كما مر معنا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقوله لله تفيد الإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال. وقوله رب العالمين، رب تعد عند أهل اللغة بدل من لفظ الجلالة الله، والرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف في جميع الأمور. وقد مر معنا في مقدمة الكتاب تفسير أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. والعالمون هم كل ما سوى الله عز وجل، فيطلق عليه عالم، وهذا هو الأعم والأشهر. وقوله تعالى: لا شريك له، ألا هنا كما سلف نافية للجنس، وشريك نكرة في سياق النفي،
فتعم أي شريك، وبهذا نفي لجميع الشركاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل. والملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذه الدعوة أن يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقوله لله رب العالمين ومجيء نفي الشريك بعدها يدل على أن التوحيد لا يتم إلا بنفي الشريك والتبرؤ منه، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكما سبق معنا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله تقصد التوحيد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتقتضي هذه الجملة واشهدوا بأننا مسلمون تقتضي بأنكم مشركون. وقوله وبذلك أي المذكور أمرت، وهذا فعل لما لم يسمى فاعله، ويطلق عليه بعض النحويين فعل مبني للمجهول أمرت، فأخفي الآمر، وقد يخفى الفاعل لأغراض ذكرها البلاغيون من بينها التعظيم كما هنا: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله وأنا، البعض من الناس إذا أراد أن يتحدث وينسب شيئا من قول أو فعل إلى نفسه قال أنا، ويعقبها بقوله وأعوذ بالله من كلمة أنا، وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ونظيرها قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقوله وأنا، فكلمة أنا لا يحكم عليها بحكم مطلق، وإنما ينظر إلى مقاصدها ومعتبراتها. وقوله وأنا أول المسلمين، أول المسلمين هل إذا دخلت على الكلمة تعم أي مسلم سواء كان في عصره عليه الصلاة والسلام أو في غير عصره